مساك الله بالخير، الاخبار شلونك؟ ما شاء الله اشوفك عندك حب انتماء للزارع ما شاء الله كذا. يا اخي في حسنات لما تسقي، انت شهر كريم. اي والله تسقي الزهر، الله يعطيك حسنات. الله يجزاك خير والله. كم ورده فيه هنا؟ كم الشجر؟ واجد والله. الله انت تحصيل الحسنات واجد الورد. لا والله ما احصيل الورد واجد، بس عندكم ما في فاهم. بس احلى ورده هذه الواقفه ذي. اللهم اخبر النفاق واهلي. افا افا انا نفاق يا ابو احمد، اجل بالله عليك انا انسان ودورت. يعني انا شابك انك جميل يعني مثل يا رجل دجل، اسمك دجل يعني انا اكذب؟ انا ما اقول هل اه انا اقول اللهم لا الله يجزاك خير ما قصرت. اجل بالله عليك ورده هنا تقول انا وعدت، عاد شوف الكذب وانا عاجبني. يعني واحد ما تمر عليه امور ايوه زي ما اشتغل. اسمع ابو احمد يا حبيبي، ترى كلش كل ساعه يشتغل 10 دقائق. ما يشتغل، انت غبي. قلنا لك لمسنا الارض ما في ماي. عجل تبي الماي يوقف استناك. انت دي ترى لا 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 دي مثل الادمي تشرب يا ابو احمد. خلقت في النخل، ترى انا عشت في نحيلها. يعني خلاص ما عندك سالفه. اول انت ما تدري اول احنا احسن يعني اول تشوف ورد انت اول قصده يعني ما تلحق على التطور. ما لحقت المشكله في سيستم شفه يشتغل كل ساعه. نيتنا اصفى منكم ترى قديم صج الهوز يا ابو احمد. يا ابو احمد هوز يا ابو احمد، انت تعرف تنقيط؟ لا 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 بذمتك بحياتك شفته. ايوه ايوه عارف التنقيط. لا لا مو شفته يعني شفته صراحه يعني ابو ست سبع سنوات. والله ما تعرف بس راس وجهك في سوق. خلك يا وجهك ولا اقول قلنا قلنا في تنقيط. قلنا والله تعب والله العظيم. قلنا في تنقيط يا ابو احمد شم عارفك. مساكم الله بالخير وحياكم الله ومرضانكم مبارك ويوم تسعى عليكم مبارك ان شاء الله. حبيت اقول لكم اللي يرسل لي بسم الله الحمد لله بيض الله وجهكم ما قصرت حبيبي. بس المسابقه عند مريضي، بحط حساب مريضي ورفع الشاشه وضفه واكتب له بسم الله عشان تدخل في الساح على جوالات ايفون ولا على الذهب عشان تفرح المرأة ولا تفرح الوالدة ولا تفرح أختك، أي واحدة من اللي تكسبه فرحة بها. وانتو تستاهلون كل خير، انتو سبب النجاح حق مريضي، الله يحفظكم ويسعدكم. وأقول لكم بيض الله وجهكم ورفعوا الشاشة. وانتو تستاهلون أكثر من كذا، انتو مو بس الهدايا والجوالات تستاهلون، حتى احنا نجي نوسع صدركم إن شاء الله. والرحيل بدت في العفرة مع الله ما أدري ضيف جديد جاي عند البنت. رحيل رحيل من ذا اللاوي اللاوي والله ما ادري عمودي ليش تكسب علي امس تقول لي انا بجي لك انت الزهره لعبت بالدين زهرفتك لعبت بالدين شو تسوي يا طاني زين ايش دخل زهره لعبت بيا الحين زين ما خالفك دقيقه ايش دخل زهره في انك تجيني وتوف قلت لي انا بجيك ايش دخل زهره في الموضوع عشان لا تجي تكتب؟ انا يا حمودي لما اقول لك تعال على اساس ما اجي اخذ منك ال 200 اللي اطالبك، ما ادري 150 ريال. اما انك تكتب وتقول لي زهره ما زهره، انا كيف؟ انا بقول لك بجيب زهره. واذا قالت لا ما قلت لك يا ويلك باخذ بدل من 200 400 باخذ منك. ولا لا تكتب. شو تسوي يعني انت تتصل على زهرة؟ انا اكتب عليك انا علمت جننت هنا انا شو تسوي الحين انا والله عظيم تصور انا ود مودي انا ما يمشي عندي هالحاكي ما يمشي عندي هالحاكي تجي وتزوراني مثل مثل الاول ولا والله العظيم بقول حق اقول حق عمتي توديك الرعايه ايه ولا اقول حق حسين يلا ترى ذب ياكل ماله ويمتلى الحين ما لك ما له شغل فيك حمودي. اما انه انا اجي توعداني وتكذب ترى ما يمشي الحكي هون. ولا يلا عطني 150 خلاص انا امشي. اجي لك خلاص اجي لك. لا تكذب لا لا ما صدقك خلاص ما صدقك هون. امس تقول لي بجيك وتكذب لا ما صدقك هون. شو تسوي بعد انا؟ ايه قالت لي لا تجي لك. يعني هذا كم مرة أنا أقول لك تعالوا مطوعاني حسين كم مرة تجنن ذاك الرعاية كم مرة تجننهم إيش معنى زهرة ليش إيش اللي خليك يعني تطوع زهرة يا حمود يا بعد شبدي
يا حمود اسمع. ضحكتني يا حمودي، ترى اسوي معك كاميرا خفيه ذي باس يا حمودي، ولا والله احبك وانا والله احبك يا حمودي. سمعت بس انت الله يهديك مو بتعرف قيمتك عندي، احبك وانا ادري بس زهره المشكله ذي لو ترضى من خالد شو حتى ايش دخلك فيها؟ ما رد خوفك الله يا حمودي، ما مارة قاعد بعيد عنك وانت اللي تخوف الدنيا كلها، خوفت عماتي وخوفت حجي عالي وخوفت احمد بالله وعبد الرسول وذي، مارة تخوفك الله الله يا حمود. ما اعطيك لانك انت اي اضحك الحين اضحك مسوعة حمقول الحين اضحك خلاص خلاص سامح كريم. ها اي طبعا كريم. انا احبك عمودي، تعرف 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 ان 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 محبتك لي ما علمك زهره خلاص، بس قول ما لا بس يا يعني انا اعلمك انتشر جوالي انتشر، انا مقالب لا تقول لا زهره لا تقعد تحط الموضوع زهره، قل انا كذا اذا وين انتشر فيها رجال انت فيها يعني هذا انا انتشرت يلا هذا العالم كله انتشر ايش فيه اذا انتشر يعني ايش فيه الرعايه يعني؟ يزعلون بعد ايش عليك من الرعايه زين اهلك الرعايه ايش دعلك منهم لا كيف ذلك بعد لا يا حمودي لا يا حمودي انت لا 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 تتعد تلف وتدور وتعطيه فلان وفلتان قل انا ما ابي لا لا شو اسمه وعقل ينوخر في الليل مثلا انا هذا واحده ايش اخر ولا ينوخر ينوخر في الليل وإذا عندك شو اسمه؟ الله يا شيطان شو بقول لك؟ ذا العجمي ذا شايف ذا كليد سبب علي. العجمي؟ إيه كل يوم يقول أحمر الكلب هذا واحد. شو نسوي؟ والعجمي كليد سبب علي. يعني تسبب عليك انزين. وليش لو تروح تعادل؟ اسمع حمودي إذا أي واحد يتعدى عليك ما اخليه ولا دقيقه الا صوت عليه واشتكي عليه. انت غالي عندي يا حمودي بس قل لي من اللي يأذيك من هو؟ بس انت عبالك انت بس قل له اي واحد يجي وعندك احمد الضيف بعد قل له ابو ابراهيم اخويا بيجيك بكره وبيلعن شنيدك يدك. عفا عليك. ابدا حمودي اي واحد يا حمودي يجيك سمعت وياذيك ولا يعطيك كلمه بس عليك تتصل علي بس لا تتصل علي وتشوفني خمس دقائق ست دقائق انا جايك عفا عليك حمودي يعني ابوي الله يرحمه وصلني عليك انت يا حمودي يجي واحد ياذيك وانا اخوك من امك وابوك ها واللي لاحق على باك يذيك لا ابدا ما اسكت ابدا ما اسكت اللعن بليس حف عليك بس يا حمودي بس مدلل ايه المهم وانت بنت نروح العيد انا وانت العيد لازم نسافر انا وانت بس ما عندي فلوس انا ما عليك فلوس حمود ايش عليك بالفلوس انت حمود بعد العيد ولا يهمك اي لا بعد العيد قبل العيد يوم برمضان باخذك انا وياه وين؟ ايش رايك نروح الامارات؟ الامارات يحبونك يا حمود بالطياره؟ عفا عليك لا ولا يهم فلوس انت اخوي اي عفا عليك بوانسك في الامارات كم يوم؟ اربع ايام ويومين في قطر اه ايه عفا عليك بس انت ولا يهمك بس اه لا تقول لي زهره وتخوفني وتدني ولا شيء ما عليك وبعد ال 150 انا متنازل لك ولا بيها بعد ولو بكذا بعطي ويمكن بعد يا حمودي يمكن نروح المدينة كم يوم ها بعد كلها يومين
هذا اي يعني هذا قطر يومين والامارات يومين والمدينه يومين. لا المدينه 3 ايام. المدينه 3 ايام. ابشر لا يهمك يا حمودي. 3 ايام. خلاص. شوف هذا ال 50 هذا ال 150 متنزلها لك. بس وال 50 بعطيك اياها. اليوم؟ اي وبخلي بعد ذلي يجون عيال عمك يجون يعطونك هدايا. زين. عيال عمك ذا ابو حبيب. ابو عماد و لا في العيد حصل واجد فلوس بعد حصل واجد فلوس؟ إيه؟ يلا عليك بالعافيه عليك بالعافيه. إيه بعد شوف اللي بتحدث للطياره على ايام ثوم الايام طيارتنا موت يعني على الامارات طيارتنا ان شاء الله في 28 رمضان يعني يقول لك انت تلزم يعني اي بس يا حمودي احنا لازم نسافر 28 ما يصير تروح تقول لا لا ليش؟ لان ما في تذاكر. اه اي يا جلال ما في تذاكر لان اذا رحنا السابع والعيد كل العالم كله تسافر اي لازم نروح قبلهم. لا ناخذ ياخذ عيود بدون يا ابن حلال في عيد الاضحى خذ لك لا انا شوف خذ لك في عيد الاضحى جل 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 اي في عيد الفطر محلك حبودي كلنا مسافر لا ما يسافرون ما يسافرون يعني هذا رايك؟ هلا بالشربوس انتم هنا في مهرجان ارامكو الظهران نحن هنا فرقه حارتنا القديمه للالعاب الشعبيه القديمه من الاحساء تقدم الفنون في كل مكان وهذه العده ما شاء الله هذه الدنانه دنانات هذا حقت تمسح حراتي بطبيله وهذا العده هذا السماعه وهذا الشباب يعطيكم العافيه يا شباب يعطيكم العافيه ما شاء الله وين باقي راح يشربون ماي ها راح باقي يشربون ماي يلا ان شاء الله جون وهذا المهرجان ما شاء الله وهذا الجماهير يعطيكم العافيه يا شباب ها صمتوا ولا ما صمتوا ولا للظهر بس توك تحت الدرج سمبوسه ها تلفها تحت الدرج لاجل المغرب ما تعبان ابغى فشكوت ابي شوربه ابشركم استلمت النص ووقعت العمل هذا صاحبنا جاي لورا بس انا بطلع بالسياره لا ينكبون ولا شيء سمبوسه حاضر هذا سعيد صالح في التلفزيون هذا في التلفزيون بس الاصل يشوفوا هذا يعطيك العافيه منورنا والله استاذ سعيد وايضا الكاتب المشهور استاذ عادل الزاهد منورنا والله الغالي على الشاشه حبيبي الله يسعد مدير الانتاج استاذ خليفه جبر منورنا خليفه اشرب اليمين بارك الله فيك معانا الشباب يعطيكم العافيه الممثل طارق والاستاذ احمد ابو حميد ونعم والله شورت فيك تشرفنا فيكم واكلكم الله على الفطور الله يكثر خيركم ان شاء الله ما كليت يا ابو الزيت لا ما عليك سمبوستين وشبعت خلاص عدتك هذه كبرى الله يسعدك سعيد نورتنا والله شو اقول ابو الزيك اهم شيء في السفره السمبوسه حياتي بدونها مافوسه وكثر على القيمات دبس قبل والله يقوم البقص تحياتي سعيد صالح يمثل دور تاليسك النصر ما شاء الله سعيد هذا الاصل يا جماعه هذا الاصل تاليسك خطير يا سعيد صالح